عدد الأسرة 218 سرير، تم تخصيص 56 سرير منها اللي تتعامل مع الحالات الحرجة وبالغة الخطورة، باقي الأسرة ستكون للحالات الأقل خطورة، لكن تم تخصيص سريرين منها للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي. يعني هذا المستشفى الميداني هو المستشفى الميداني الأكبر في فلسطين بهذه الخدمات وما يقدمه من خدمات وتجهيزات مميزة. بناء المستشفى هذا اليوم اللي أنتم بتشوفوه متكامل، استغرق تقريبا 4 شهور، أدخلنا جميع المعدات عبر مقطورات جاءت من الجانب الأردني إلى عبر سيناء إلى معبر رفح البري إلى هذه المنطقة. والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذه الكلمة الحضور الكريم، وصلنا إلى اللحظة التي انتظرها الكثيرون.